واليوم يا دنيا الغرور ما في
أول صار وللإيمان بالكمال على سبعة من القناطر في الوعار يجوا بشفاعة الهمام بعدين يستيقوا نجوم حول الكوثر على أعداد النجوم من جوار كيسان تبرد من الترجمات وحدة من الصخور لا يحكى العقيق في وقت الإيمان عثمة وعلي وأبو بكر مع عمر يسقيوا الناس بين رعاة وأركان بهيبة نارهم تهرب من جبريل
تعاود الأمينين المليك على أهل الحال يقول الله تعالى حالك ناس الجحيم ليس هي تخفيك راهم من العذاب في شر الحالة طائفة الإسلام غجة تضر عليك ويقول له الرب لا تبهل فيه رسالة يعجل جبريل فيه سلام Thank you.
Thank you.